اليوم إن شاء الله حسوي دجاج محشي بالسبانخ والجبنة. المكونات اللي حنحتاجها: صدور دجاج، ملح وفلفل أسود، زيت زيتون، دقيق، بيض، بقسماط، سبانخ، جبنة. حستخدم 3 أنواع جبنة: بارمجان، موزاريلا، وكريم تشيز، فلفل مجروش، وتوم بودرة. بالنسبة للسبانخ، أنا بستخدم سبانخ مجمدة بعد ما فكت من التلج، صفيتها كويس من الموية. لو أنتوا حابين تستخدموا سبانخ فرش، مهم جدا أنكم تشوحوها مع شوية زيت زيتون في مقلاية عشان تطلع كل الموية اللي فيها وتذبل. بعدين بعد ما تبرد نستخدمها. أول حاجة حنحضر الحشوة، نخلط السبانخ مع أنواع الجبنة الثلاثة. أضفت الكريم تشيز، حضيف الموزاريلا، ونبشر البارميجان. وآخر شيء نتبل بملح وفلفل أسود. كده صارت الخلطة جاهزة عندنا، حنحطها على جنب ونبدأ نحضر الدجاج. نجي دحين للدجاج، نبغى نفتح صدر الدجاج، نخليه زي الكتاب، وهذا الكت اسمها البترفلاي كت. تجوا عند أسمك منطقة في الدجاج اللي هي هنا، قطعت منها وما توصل للنهاية فيصير كده مفتوح. بعدين ناخد شوية من الخلطة ونوزعها هنا. ونقفله زي كده ونخليه على جنب. في معلومة مهمة بالنسبة لصدور الدجاج، دايما تجي هنا في قطعة زايدة. اوكي، شوفوا انا هنا بعد ما حشيت الصدور، هنا في هذه القطعة الزايدة، ممكن انكم انتو تشيلوها بيدكم او تقطعوها بالسكينة وتستخدموها في وصفة تانية. وممكن انكم انتو عادي تخلوها، انا حشيلها بس عشان احنا حنغطي الدجاج بالبقسماط والبيض، فما ابغى انه تكون في زي كده قطعة زايدة. دحين حتبل الدقيق بملح فلفل أسود، وحضيف التوم البودرة والفلفل المجروش. الفلفل اختياري طبعا، اللي مو حاب يضيفه. ونفس الشي حتبل البيض بشوية ملح وفلفل أسود. لازم نتبل كويس لأنه الدجاج ما تبلناه، بس تبلنا الحشوة والدقيق والبيض. نجي دحين لصدور الدجاج، نحطها أول شيء في الدقيق، نتأكد أنه الدجاج تغطى كويس. بعدين نحاول كده بس نحركه شوية عشان الزايد من الدقيق يروح. بعدين نحطه في البيض، وبعدين البقسماط، يعني أكيد عارفين الخطوات. بس في نقطة مهمة، عشان لا تصير يدكم مليانة دقيق وبيض، دايما خلوا في يد تستخدموها مع المكونات الجافة، ويد مع المكونات اللي نوعا ما فيها موية أو سائلة. فالدجاج يعتبر في موية، فحستخدم اليد اليمين، وححط الدقيق باليد الثانية اللي حستخدمها للمكونات الجافة. زي ما قلنا نشيل الزايد من الدقيق، بعدين نحط في البيض، نستخدم هذه اليد. برضو نفس الشيء نشيل الزايد من البيض ونحطه في البقسماط، نستخدم اليد هذه. عندي هنا مقلاية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية، حضيف شوية زيت زيتون. لما أتأكد إنه المقلاية حارة، أضيف صدور الدجاج وأتركها، حتركها من دقيقة لدقيقتين على كل ناحية أو إلين يتحمر زي كده. دحين حنقل الدجاج لصينية وححطها في الفرن. الفرن سخنته على درجة حرارة 350 فهرنهايت من أول، شغلته بس من تحت. ممكن طبعا تستخدموا نفس هذه المقلاية لأنها تدخل الفرن، بس أنا حستخدمها عشان أكمل باقي الدجاج. هنا الدجاج حطيته في الصينية، ودحين هحطه في الفرن. حعيد نفس الخطوات مع باقي الكمية.
كيف هذا اللون اللي احنا نبغاه، نفس الشيء على الناحية الثانية. وهذا الدجاج بعد ما طلعته من الفرن تقريبا خليته لمدة 20 دقيقة.